دشن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي حزمة إلكترونية متكاملة من خدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني، والتي أطلقتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر بوابتها الوطنية بحرين.ph في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية المعمول بها ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وبهذه المناسبة أشاد معالي وزير الداخلية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باستثمار وتوظيف التكنولوجيا في شتى المجالات خدمة للوطن والمواطنين، مثمنا دعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله لهذه المبادرات البناءة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطويع مختلف التقنيات الحديثة للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع العملاء المترددين على مراكز تقديم الخدمة. وأكد معالي الوزير أن هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونية ستسهم في تحقيق التميز في الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما من شأنه ترجمة استراتيجيات وأولويات العمل الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها إلى ضرورة مواصلة أعمال التطوير وزيادة توظيف التكنولوجيا في مختلف المبادرات والخدمات المقدمة للمواطنين لمواكبة التطبيقات الحديثة والمتخصصة في إنجاز مختلف المعاملات الحكومية، موجها معاليه إلى أهمية توعية كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات الإلكترونية ذاتية الخدمة، والتي ستسهم في إلغاء حاجة العملاء للحضور الشخصي ومراجعة فروع مراكز تقديم الخدمة. وأشاد معالي وزير الداخلية بدور الكفاءات والخبرات الوطنية التي أسهمت في سرعة استكمال خدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني من خلال هذه الحزمة المتكاملة والشاملة من الخدمات الإلكترونية. من جهته أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الهيئة عملت وفي إطار اتجاهها لاستكمال بقية خدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني على استحداث الخدمات الإلكترونية المكملة، والتي تسهم جميعها في سرعة وسهولة وصول مختلف فئات المجتمع إليها وبأقل جهد ممكن، كما لا تتطلب الحضور الشخصي ومراجعة فروع مراكز تقديم الخدمة لأكثر من مرة. وكان معالي وزير الداخلية قد قام بتدشين 8 خدمات إلكترونية، فيما تم تحديث وتطوير 4 خدمات أخرى تضاف إلى مجموعة خدمات متكاملة، ليصبح هناك 23 خدمة إلكترونية شاملة تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر بوابتها الوطنية وأجهزتها الذكية وقنواتها الإلكترونية الأخرى، وتتواكب مع الظروف الراهنة ليستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين.